المكان الرائع عليه هو برلين، يعني ممنوع تدخل ألمانيا وما تروح على برلين. فتحت وتحممت وريحت وكل اشي، واخذت هلا سكوتر وطالع اشوف اصحابي ورايحين ناكل ونلفلف. اصحابي اصلا عايشين هون، فخليهم يورجوني على الاماكن الحلوه. جينا هلا وهينا عم بستنى اصحابي على مكان اسمه سوني سنتر، هلا بورجيكم اياه. شكله في مطاعم وعادات وهيك، مكان حلو. وهلا التقيت بسيف. سيف موجود هون في برلين. لك قديش سيف في برلين؟ والله سنه وان شاء الله اكثر. سنه وبدي ضل هون شكله. وايش ايش رايك ببرلين بشكل عام؟ صراحه يعني لفيت كثير في المانيا، وبالنسبه لي اكثر مدينه ارتحت فيها. يعني ارتحت ما بعرف من كل النواحي، الناس، المدينه، كل شيء صراحه. صح، مع انه في ناس بتيجي بتقول لك برلين كبيره ومش مليانه ناس وهيك، بس انا بحب المدن الكبيره، بحب حلو المدن المليانه. ويمكن كمان في تنوع هون في الناس، يعني بتلاقي كثير اشكال من الناس. جينا انا وسيف هلا على وين يا سيف؟ جينا على المول اوف برلين. هلا مول اوف برلين، كلنا ماشيين بالشارع. وشوفوا شوفوا 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 شوف كمية البسكليتات، لهم 10 دقايق ماشيين هيك. ايش هذا؟ هاد تذكار لليهود اللي انحرقوا، بس بعرفش وين انحرقوا، كيف انحرقوا، مين حرقهم، اي سنة. بعرفش ليه في تفاوتات بالاطوال، بس هو يعني معلم مشهور. معلم مشهور. معلم مشهور. لما تدخل جوا اظن بتصير زي المتاهه كمان. اسمع، بدك تصورني شيء؟ ما بعرفش هلا وين جيت. بس مش هذا، من هناك. بس انه هلا عشان نعطيهم انتدكشن قبل ما ندخل عليه. البراندنبورغ تور اللي هو اشهر معلم في برلين. اشهر معلم في برلين، وبتلاقي كل الناس اجت تتصور هون. هلا مظاهرات بتصير بهي المنطقه. لا لانه مكان رئيسي. نكتب لكم شوية معلومات عنه هون هلا. زي ما حكى لكم سيف، هذا هو المعلم الأشهر في برلين. جينا هلا بالليل جنب النهر، والاجواء هون شوفوا الاجواء هون كيف، يعني مولعه مولعه. هاي صباح الخير. صباح الخير. اول اشي جينا عليه هلا هو شارع العرب المشهور في برلين، جينا عليه عشان بدنا نفطر مناقيش وفلافل. وهي سيف كمان اجى معنا. سيف اجى، سيف بده ياخذنا على محل ناكل فيه مناقيش وفلافل. مناقيش بس، مناقيش وفلافل، كل شيء كل شيء عربي بدنا ناكله هون. هلا بورجيكم شارع العرب. هلا على محل اسمه مطعم عزام، عنده كل شيء عربي، بمناقيش فلافل، ايش بدك للفطور موجود هنا. شوفوا 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 الاكل، الاكل والله الاكل اشتقت له. كيف كيف الحماس هلا؟ والله شوفوا المحل ما شاء الله قديش حاجه.
مستاهل كل الدور والانتظار. يلا ناكل وبنرجع لكم. شوفوا نزلنا هلا بهاي المحطة وشوفوا السقف تبعها كيف مضوى. سيف احكي لنا ايش هاي ال هاي المحطة اسمها ميوزيوم انسل، براتها بتطلعوا بتعرفوها ميوزيوم انسل ايش حكى عن برلين، وفي كمان البرلين دوم. يلا زي ما شفتوا خلصنا قبل شوي من الاكل وجينا هلا على برلينر دوم. مش هات اطول واحد. وجنب جنب الكنيسه هاي في ايش هذا سيف؟ تي في تاور تاع برلين اللي هو اتوقع اطول تي في تاور في المانيا. فيك تشوف الفيو عن المدينه كلها. خلنا هلا نجيب سوفينيرز. كل مكان بحروق عليه بحاول اجيب ماجنت للذكرى. May, what do you think? Yeah, it's so different too. Yeah. زي ما حكيت لكم امبارح مشهوره برلين في الرسم على الحيطان، فدخلنا هلا هيك زي زقه صغيره فيها رسمات. هلا بورجيكم. شوفوا هلا مع مين التقيت. علي كيفكم؟ اهلا. هذا الظهور الاول لي. هذا الظهور الاول، بس علي من الناس اللي زمان ما شفتهم. احنا نلف كمان ببرلين مع علي اكيد، ونروح على نشوف وين نروح. يلا جينا كمان مرة عشان نشوفه بالنهار الصبح بالشوب، شوفوا قديش حاجق. مش معقول قديش حاجق. وهينا هلا مكملين لفتنا من محل لمحل ومن مكان لمكان، وجينا هلا على البرلمان الألماني. هذا هو البرلمان الألماني من برا. شوفوا ما أحلى وما أكبره وما أفخمه. Hello guys, we are at Riza. جينا على محل عربي اسمه ريزا، من بيحكوا لنا من رزقة. مشهور ببرلين كثير هون. تشيكن حلال عربي بس كثير مشهور وبيحكوا لنا له أكثر من الفروع. ناكل؟ يلا ناكل. يلا ناكل. اخوان بس عمكم سمعتوا انه تندر خايدي اسكا. صحة وعافية. صحة وعافية. هذا بيلبس تاعك. والله كان نهار طويل طويل طويل. رحنا كثير اماكن وتسلينا وانبسطنا، بس استوينا تعب فقررنا نروح على الاوتيل نرتاح شوي. وطلعنا هلا رايحين على وين؟ هلا على وين؟ لوين رايحين؟ رايحين على الحفلة. حفلة. اللي شفتوها بالشارع قبل شوي، كنا ماشيين لقيناهم وكان الجو كتير حلو فوقفنا هيك ساعة زمن حضرناهم وانبسطنا. وهلا جينا على الشارع المشهور اللي فيه رسمات
في كل ألمانيا مزبوط جناب بالليل، بس رح أورجيكم شوي منه. هون الإيست سايد جاليري بتلاقوا بيسز من البرلين وول. فهاي هي الرسمة المشهورة كثير في برلين، بتشوفوها كل مكان، يمكن شفتوها يعني عملت جدل في وقت معين. هاي كل الحيط رسومات من هون لآخر الشارع. Last day in Berlin. يا إلسكتا. يا إلسكتا. جينا هلا على مول بارك. وهل في إيش؟ في زي ماركت. هيك شغلات. هيك تشتري. لا. ولا بتشتري شيء. مش مصاري. هاي حلو حلو اتس نايس شو آخر محطة؟ آخر محطة على التخت لا قبل التخت شاورما كان النية المشاوي بس عمر ما خلانا فيش وقت والله فيش وقت يلا المرة الجاية المرة الجاية إن شاء الله معنا أمبريلا بدك؟ سفيان شو الوضع؟ ممتاز شاورما مبلولة علوش شو الوضع؟ علوش انتهى علوش ورحلتنا على برلين خلصت كثير 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 انبسطنا وثلاث ايام رحنا وجينا ومشينا وتعبنا بس غيرنا جو ايه وهلا عنا مشوار شوي طويل على البيت رحنا على فيرتسبرغ عنا ست ساعات بالباص طالعين الساعه 10 بالليل هلا بالباص نوصل الساعه 4 الفجر ليش رحنا بالباص عشان ارخص عشان ارخص دفعنا 30 يورو بدل 100 يورو او هيك شيء هيك شيء فان شاء الله تكون رحله مريحه وإن شاء الله تكونوا حبيتوا الفلوج ونشوفكم في الفيديو الجاي